شوارعك يغلى بين المعمورة. صباح الخير، صباح جديد. عم نبتدي برفقتكم مشاهدي الإخبارية السورية من قلب عاصمة الحضارة دمشق. يوم جديد وانتصارات عم بتكون العنوان لكل نهار عم نعيشه برفقتكم بصباحنا لليوم. مواضيع حنسلط الضوء عليها حتى نقدم لكم كل المتعة والفائدة. وعن جديد صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية يلي قرروا يبتدوا نهارهم برفقتنا. صباح الخير أكيد يا ليلى لكل أبطال الجيش العربي السوري اللي أكيد عم بيسجلوا انتصاراتهم اليوم من حلب ومن دمشق. أكيد دائما من نقول هنا حلب. أكيد فرح يسعد صباحك وصباح وأحلى صباح لكل الحلبية، وأحلى صباح لجيشنا الباسل، وأحلى صباح لهالانتصارات يلي حققوها. يعني الفرحة يمكن نحن واكبناها بالأيام الماضية، ومبارح تكللت بفرحة تامة لحلب الشهباء. يعني بدنا نقول لهم الله يحميكم والله يرحم كل شهدائنا والله يشفي الجرحى والله يحمي الأمهات والأطفال بهيدا البرد. بدنا نقول لهم ألف مبروك النصر، صباح إن شاء الله بيحمل كل الأمل والسلام لكم مشاهدي الإخبارية السورية. صباح الأمل لجنودنا ولأبطالنا بالجيش العربي السوري أكيد يلي بانتصاراتهم نحن باقيين هون، وبانتصاراتهم نحن عايشين. مثل كل يوم كتير من القصص والخبريات يلي بتقدم لكم كل شيء جديد رح نعرفها سوا، لكن فاصل ومنتابع سوا احنا غير. ومثل ما تعودنا في بداية صباحنا اليوم حنكون بجولة على آخر الأخبار المنوعة بين التكنولوجيا والاكتشافات الطبية. خلينا نتابع تفاصيل الأخبار بالتقرير التالي. بداية جولتنا المنوعة لليوم من عالم التكنولوجيا وحافلة تقود ذاتياً، حيث من المقرر أن تبدأ سنغافورة خدمة الحافلات ذاتية القيادة خلال الربع الأول من العام 2017، ويمكن للحافلة ذاتية القيادة أن تقل 15 راكباً بما يقارب 1.5 كيلومتر. آخر البيانات التي أظهرتها وكالة ناسا من خلال الليزر الفضائي الذي كشف أن نظاماً حيوياً في قاعدة السلسلة الغذائية وهو هام لوجود الحياة على الأرض أصبح تحت التهديد. ويتمثل هذا النظام الحيوي في العوالق النباتية التي تعد نظاماً نباتياً مصغراً يوجد بالقرب من قطبي الأرض ويعتبر مصدراً غذائياً أساسياً للأحياء البحرية. أظهرت دراسات جديدة أن جسم الإنسان قادر على العيش على الرغم من الاستغناء عن الكثير من الأعضاء ومنها ضرس العقل، الزائدة والعصعص، الجيوب الأنفية وغيرها.
أما هلأ يا فرح، من آخر الأخبار لمجموعة من المعلومات الغريبة يلي ممكن كتار مننا ما بيعرفوها، خلينا نتعرف على معلوماتنا لليوم. معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا ونحب نستذكرها، ومعلومات كثيرة ممكن نجهلها ونحب نتعرف عليها. فهل تعلم بأنه أقرب نجم إلى الأرض هو الشمس، وبيبعد حوالي 93 مليون ميل عن كوكبنا؟ هل تعلم بأنه أطول الأنهار بالعالم هو نهر النيل؟ يليه الأمازون فنهر ميسيسيبي. هل تعلم بأنه الترسبات يلي بتتكون بين الأسنان ممكن أنه تسبب نقص في مناعة الجسم؟ هل تعلم بأن الفيتامين G2 لا غنى عنه للجسم ويسهم في تنظيم الدورة الدموية، ونقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالنزلات الصدرية؟ هل تعلم بأن الصينيين هم الذين اخترعوا البوصلة؟ وأخيراً، هل تعلم بأن ضربات البرق يمكن أن تصل إلى 300 درجة مئوية؟ أكيد ليا، بعد هي الجولة على المعلومات الجديدة أكيد حنروح على مشوار تاني ونرجع بالتاريخ نتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم. منتابع مع بعض. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ، وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1912 تدشين سد أسوان في مصر، وفي عام 1921 السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشل، وفي عام 1941 القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين، وفي مثل هذا اليوم من عام 1958 تدشين برج طوكيو وهو أعلى برج حديدي في العالم. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1790 جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1968 ساطع الحصري، مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي. وفي عام 2013 ميخائيل كلاشينكوف، مخترع السلاح الآلي AK-47 والذي يعرف باسمه كلاشينكوف. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. مع حلول فصل الشتاء وموجات البرد يلي عم ترسم ملامحها بطقوس خاصة ضمن بيوتنا، ومن التدفئة يلي بتعتبر من العناصر الأساسية بهيدا الفصل، حتى نعرف كيف ممكن تكون التدفئة بهيدا للأيام العادية وتفاصيلها الجمالية ضمن الديكور المنزلي، بصرنا نستقبل بالاستوديو خبير بمجال التصميم والديكور المهندس فراس حسن. صباح الخير فراس. صباح النور ليا، يسعد صباحك. صباح الخير فراس. صباح البرد. صباحكم انتم الوردات. يعني اليوم عم نحكي عن التدفئة كيف اختلفت بين قبل وهلا، بين استخدام يمكن الحطب، استخدام الكهرباء، خلينا نحكي عن المساوئ والمحاسن بوقت واحد. اي اكيد. هلا بداية تعريف عن التدفئة بشكل عام، تختلف عنا انواعها، طريقتها، اسلوبها. نحن كون اختصاصنا ديزاينر ديكوريشن، فبدنا نحكي بالقسم اللي بيهمنا هو كيف بدها تظهر معنا امور التدفئه، وبنفس الوقت رح ننوه على شغلات انه ممكن تفيد فيها الناس بحيث ما نعرضهم لكلفه كثير، ان كيف ممكن ننصح نعمل تدفئه، ولكن مو بالضروره تكون هي عباره عن ديكور، لانه ممكن تكبروا عن امور مخفيه. هلا امور التدفئه، اولا هي في عنا انواع كثير بدنا نذكرها: حطب، مازوت، كهرباء. الكهرباء طبعا تشمل تكييف مركزي، ننساها. لا طيب، في عنا الحل الثاني بدنا نحكي لكل الناس، في عنا المياه الساخنة، وهي كتير بدي شدد عليها لسبب نحن ما في دوب الحمام قازان بده يعمل مي سخن مشان الحمام هو شيء رئيسي.
هيدا الشيء ممكن يشغله على المازوت باستثناء اذا ما في كهرباء على اولد فرح. فقال لا بدي انصح النصيحه انا انه لما نحن بنعمل ببيتنا هيدا الشيء المواسير اللي بنمدها على المطبخ وعلى الحمامات المفروض بدايه الشغل مشان نوفرها هي شويه مواسير فقط انه تنمد بالارض وتصير وينبلط بعدين فوقها بيجي لان الوقت لما كل ما بسخن انا حمامي تلقائيا فانا صار عندي تدوير المياه بالمواسير وعرضت الارض بكافه انحاء البيت للتدفئه. لما انا بدفي الارض بالبيت كله انا صار بيتي دافي تلقائيا. يعني هلا اليوم ما كثير رح نركز على الامور الكهربائيه بس هي نصيحه عامه انه مشان الناس تتوجه لها بشكل عام بقى من اليوم وطالع. حتى اللي عنده استطاعه شوي يكسر بالبلاط ويرجع يعملها ما يقصر لقدام بيلاقيها انه مربح ما نخساره. فاللي بدنا نحكي عنه نركز اكثر هلا مازوت وحطب ودرجه اولى بدنا نحكي عن الحطب. هلا الحطب بزماننا حكينا عن اعاده تدوير براميل وما شابه ذلك، هي امور انه فينا نوفر فيها مثل البراميل انه كيف ممكن نحوله لصوبه حطب. بنفس الوقت لازم نحن نشتغل على شيء اسمه ديزاين حلو مشان يطلع معي هالبرميل اذا انا ماني مفضل هذا الشكل يطلع عندي. فصار هو القلب الاساسي للتدفئه اني احط فيه الحطب والعب باي ستايل انا بيخطر على بالي غطي في هيدا المنظر. فانا ممكن الناس تشوف ستايل كتير حلو بس هو من داخل برميل. واي صوبه مودرن حطب هلا على فكره صار في صوبات حطب متوفرة أحلى من أي أنواع تدفئة حتى من المكيف حتى من صوبة المازوت كتير صار عم ينشغل على هيدا الوتر. فمو بالضرورة نحن لما نشوف صورة في ناس بتقول من الشكل هي كتير غالية أنا ما راح فيني، لا هي مو بالضرورة تكون غالية، هي عبارة عن لمسات مضافة مثل أنا الصوبة مغطاها بقطع ساج عاطيها لون أنا بناسبني وبناسب ديكور البيت. فممكن الناس يشوفوها انه لا انه هي هيك وهي هيك، لا ابدا مو بالضروره تكون اي صوبه بنشوفها بالشكل هي غالي. انا ممكن حتى الصوبه اللي بالبيت حولها تلقائيا لتناسب ديكور بيتي، انا بتحكم كيف بدي شو ديكور بيتي. ممكن يكون في صوبه لونها احمر كثير احمر ايه بتزبط معي اذا انا لون بيتي بيناسب. هلا مثلا انا عندي هون باستديو هاي الارض الموجوده سوداء كثير حلو، انا اذا موجوده عندي طاغي الاسود اني اعمل الصوبه حمراء واكسر فيها هيدا السواد مثلا. فعطت معي كثير ديزاين حلو مثل مو اليوم فرح منورتنا بلبسه لابسه الاحمر مع الاسود على الكريسماس ايه فمشي الحال. بشكل كمان في شغلات تانية للتدفئه هي بسيطه، البرميل اللي حكينا عنه او اي قطعه صاج بدل ما نعملها نحن ونتعذب بطريقة نظهر شكلها. في عنا إذا منتذكر أيام زمان موضوع التدفئة أنه هاي المدافئ الريفية اللي كانت تنعمل من الحجر والطين، هلأ هاي صارت عن حديث كمان عم تتدور بطريقة تصير مودرن كتير وتصير هي مدفأة داخل البيت وتعتبر من الديزاين. يعني أنا ممكن هلأ أنه يطلع عندي أعمل قاعدة بالبيت بنهاية هاي القاعدة هي من الطين وإن هي أنا بشي مخفي مثل برميل أو طنجرة مخفية وحط بس المدخنة للسقف من داخل هاي المدخنة أنا عندي صوبة حطب صارت أو مدفأة خلينا نسميها هي مو ظاهرة، أنا مبين عندي الشيء المغطى بالطين. فهون بدي يكون بيتي مثلا خشب حجر شيء ريفي مشان انا هالديزاين هذا انا فيني اشتغله على هذا الاساس. يعني فينا نسميها اذا بدنا هيك بمصطلح عام نعطيها مصطلح المدفأة الطينية. هو الطين بيجي مخلوط مع القش بنعجن بطريقة بدال الباطون أو السيراميك أو البلاط بنحط وبداخله أنا بحط هاي المدفأة فبيعطيني هذا الجو الريفي. وبنفس الوقت أنا أخذت التدفئة اللي بدي إياها، كلفتني القصة أنه شوية جهد وشوية بواري بس ما في كلفة عامة. لهيك كتير بدي ركز أنا أنه مو على طول كل شيء بنشوفه هو في تكلفة باهظة، لا هيدا المصطلح كتير غلط. أنا هون بشوف الشكل العام الأخير اللي منتهي بس نفكر شوي كيف مشغولة هاي القصة بيطلع معنا أنه نحنا هاي القصة هيك مزبوط. يمكن في كتير من أدوات التدفئة يمكن بتكون موجودة بالبيت هي بس مجرد ديكور، يمكن شوي ما بتحقق التدفئة الكاملة للبيت، وفي كتير أنواع من الشمينيات كمان موجودة بالبيوت بس معمولة بطريقة أنه بدك تلزق فيها يمكن لتتدفى، خاصة هلأ أنه كتير دارجة يعني متوفر الحطب وما متوفر المازوت والكهرباء. مزبوط. فهي شوي الحطب شمينية هلأ شكلها حلو وبتدفي بس في طريقه تصنيعها او هي أكيد. غلط أكيد. شو هي النصائح او أكيد. شو كيف فينا نعمل ديكور ليدفي كل البيت؟ ليا شكلها خبيره بالتدفئه هيك سالت سؤال كثير مهم. هلا بالنسبه بنستفاد فائدتين من سؤالك، الاولى كونه نحن عندنا صوبه مازوت وانا صار عندي غلاء ما فيني اجيب المازوت، صوبه المازوت نفسها تحول معي لصوبه حطب. بلغي المازوت وبتصرف بطريقه انه انا صير بدي احولها لصوبه حطب. اي صوبه على فكره كانت كهربائيه ولا حطب ولا مازوت ولا شو ما كان انا فيني احولها اذا بدي اياها لحطب. بضل عاطي نفس الشكل بس بلعب على وتر بلغي ماده المازوت وبخلي
انه بجيب شبك او ما شابه بحطه بقلب الصوبه بتحول عندي لصوبه حطب. هلا الشيء سالتيه عن الشيميني، هو بالاول في الشيميني بيفرق عن الصوبه بشغله معينه، الصوبه عم تيجي جاهزه بس انت بتحطيه للبوري وبتركبيها باي زاويه بدك، صار عندك عمليه الشفط صحيحه لانه مجهز لهيدا الشيء. الشيماني ما في شيء شيماني رح يجي جاهز ويركب معك، لانه في تقنية له هي اهم في تيربو بده يركب بداخل الشيماني، هو عمليه الشفط. مشان لما بيكون في عندك عمليه الشرق والشفط، الشرق هو بيساعد باشعال النار بسرعه، الشفط هو اللي بيشفط عندك الدخن مشان ما تجمع عندك بالبيت وتطلع. ثاني شغله انه المدفأة تبع الشيماني حصرا بدها تكون بدرجه ميلان معينه وباتساع اكبر من الصوبة العادية، لأنه الشيماني بالعادة بياخد حجم أكبر من الحطب وكمية أكبر. فكل ما عرضتي أنت الكمية الحطب لاشتعال أكبر، كل ما صار عندك أنت دخنة تمام وهج ودخنة أكثر. فبدنا نركز كتير. طبعا الفلتر بده يركب بأعلى البوري على السطح، ما فينا نقربه كمان بحيث ما يتعرض لحرارة ويخرب معنا. والشفط نفس الشيء. فعندنا الشفط والشراء، حتى هذه كلمة شراء مشان الناس تعرف شو يعني شراء. أيام أنا عندي صوبة المازوت ببيت لما بشعلها بشوف الهواء انه عم يضرب بعكسه او شيء، فانا الشراء هو اللي بيشرق وبيطلع الهواء مشان يساعد بتسريع اشعال النار تمام. والشفط هو مشان الدخنه. فهي القصه كثير مهم نستفاد منها. اي حدا بده يعمل، والشيمينيه كثير سهل ينعمل بالبيت يعني، بس اهم شيء قليل التكاليف اصلا يعني. أي بس في شغله بدنا ننصح لها، هلا شيمينيه ما حدا يفكر يحط بلوك للشيمينيه. في ناس بتقول عندي كم بلوك انا بيعمل، لا غلط، ما حدا يفكر يحط بلاط، هيدا بيطق على الحراره. انا بدي اضطر اجيب حجر حراري او الحجر الاحمر القرميدي اللي كلنا بنعرفه تبع المداخن، يعني اي شيء يتحمل حراره هي بدي ركز عليها كثير. اما انا مجرد اعمل شكل بس ديزاين وحولها لشيماني كهربائي، انا فيني بس فرح كثير مركز انه الكهرباء محلومين ولا ما بدنا. كيف يتحول الشيماني لكهربائي؟ كيف تحول شيء اذا انا ما بدي استخدمه لحطب او اتعب هي التعبه صار عندي منظر. انا بدي انصح كيف تصنيعه بالبيت، هو بالسوق في جاهز، بس اللي بيروح اللي يشتري شيماني كهربائي من السوق في كلفة باهظة، ونحن بنعرف هلا الوضع بالبلد. فاللي بيحب يصنع شيماني كهربائي عملية كتير بسيطة، هي ماشي من نوع الساتان بيختاره، ولكن كتير مهم تكون مايلة بين الأصفر والأورانج. في ناس ما تجيب أحمر فاقع كتير، صار بعيد عن مشان طلع نور لون النار الطبيعي. أنا بين أصفر على أورانج أي ماشي بختاره، بجيب مروحة صغيرة اللي بتجاوز تقريبا 5 سنتي، وبوجه على هاي القماشة أنا كلوبين بطريقة أنا بتناسبني من الإنارة الصفراء. المروحة بحطها تحت القماشة، عند تشغيل المروحة رح تضرب على القماشة، فرح القماشة رح تتطاير معي بشكل عشوائي ضربة الإنارة عليها، فأنا ظهر عندي أنه في نار موجودة وهمية، بغطي الواجهة كلها بإزاز، فأنا صنعت شيميني كهربائي. طيب في راس، خلينا نحكي اليوم يعني نحن بال 2016، يعني كل ما بنزيد السنه عم تخف شوي طرق ووسائل التدفئه. كنا بالاول كل شيء متاح، وست البيت او حتى صاحب البيت هو له الحريه يختار الشيء اللي بفضله. اليوم مع هي الوسائل خلينا نقول القليله شوي، شو هي يمكن افضل وسائل التدفئه ومساوئها ومحاسنها؟ البسيطه بدك نحكي عن تدفئه بسيطه بتناول الجيب، اقل التكاليف وبتعطي فعاليه جيده. هلا حامشي فيها بالتدريج. اقل التكاليف بكل بساطه، أنا فيني صنع ببيتي أي مدخن بوري فقط موجود بأي مكان بختاره، حتى لو كان المطبخ. وإذا متوفر عندي أنا صينية تقديم الأكل الكبيري، بس شرط تكون ستانلس أو ألمنيوم أو حديد. أنا في مادة تبر، إذا ما بدي أدخل بتكاليف، مادة التبر هي فتات الزيتون. أنا هاي المادة إذا بشعلها أنا ما بتعطيني دخني بالبيت، بس بحطها تحت البوري. أنا عرضت البيت لتدفئة، بس شعلت وحطيتها، أنا هاي الكلفة اللي بتعرض لها. الشغلة الثانية، إذا أنا بدي أدخل بموضوع تدفئة على مبدأ الشيماني، ولكن ضمن باربيكيو أو ضمن صينية أو أي شيء أنا بختاره بيتحمل حرارة كمان بشعل فيه وبحطه تحت البوري اللي أنا اخترته، بس بركب بقلب هيدا البوري شفاط. طبعا الشفاط ما حدا يفكر شيء غالي، هو نفس مبدأ الإسبراتور اللي بنشتريه، يعني مبلغ كتير زايد بنحطه بالحمام أو بشباك المطبخ. ننتبه مشان التنفس كمان، هاي النقطة اللي عم اقول لك عنها، انه مشان الشفط يعني هاي شغلة شفط مو حدا يفكر يخاف كلفة، لا ما في كلفة. مبلغ كتير زهيد بنجيبه كلنا لبيتنا ولشباك المطبخ، بنحط بأعلى البوري مو بأول بوري كمان مشان الحرارة. هاي كلفات فرح كتير بسيطة، ما فيها أي كلفة إلا المادة. نفس النتيجة أحيانا أكثر، لأن هي مفتوحة صارت هون، يعني ما عندك أنت شيء، ما في صاج، ما في إنه شيء موجود عندها، فبيعطينا هيدا الشيء تلقائيا. هي كأقل كلفة. تدريجيا بيجي مثل ما حكينا الحطب،
بالأنواع اللي حكيناها، وأي حدا عنده صوبة مكلفة حتى لو كان كهربائية يلغي أي شيء بإشعال الكهرباء أو المازوت ويحولها لصوبة الحطب. والحطب بفيد في شغلي كمان، ما نعتمد على الحطب الناعم عشان نوفر. نحن لما نجيب حطب كبير شوي بتسع الصوبة هي ممكن تأديني أنا لوحدة نهار، مهم تكون ناشفة نهار كامل. إيه أكيد ناشفة وتكون كبيرة شوي. أما الحطب الناعم بدي ضل أنا أعرض، ما باخد التدفئة اللي بدي إياها، بتخف درجة الحرارة وبدي ضل أنا أصرف أكتر حطب، فأنا بعرض حالي لكلفة زائدة. بس لازم فرح ننور شوي عن الناس اللي عنده شوية كهرباء البيجية للطوارئ. ما بدنا نرضي كل الأزواج. مزبوط. هلأ عنا ساعتين يعني بنقدر نحكي عنه. هلأ طيب على حسب شو بدنا نعمل. تجينا منوفر فيها أنه على حساب المازوت من دفي البيت أو من سخن الحمام. التدفئة غير التدفئة الساخنة بالمياه. في عنا نحن التدفئة كمان نوعين، هو المركزي وهو التدفئة العادية. التدفئة العادية هي عبارة عن أي قطعة مكيف أنا بدي ركبة ببيت. كمان في أغلاط عم تصير بالتبريد بالتدفئة كتير، موقع المكيف أنا ما بيصير حطه بموقع مثل ما أنا بختار، لا أنا بدك تراعي ظروف غرفتك وين، الشباك وين وبابك وين واتجاه الهواء، بحيث أنا لما بدي تطلع التدفئة عندي من المكيف فيني أحصر ضمن المكان اللي أنا موجود فيه. أحيانا طريقة التركيب والغلط، يا الله أنا عندي مكيف ما عم يدفي أو بالصيف ما عم يبرد لأنه مركب بطريقة غلط. بدي راعي أنا يكون المكيف على طول بعكس النافذة مو مع النافذة. إذا أنا وجهته للنافذة أنا روحت كل تدفئة تبعه. طبعا التكييف المركزي بنرجع عليه، هيدا اللي أعلى كلفة كتير وهو للشريحة الكتير بهمها أنه تدفع. كمان ما فينا ننساها، بدنا نوجه لها ملاحظة، التدفئة المركزية هو لازم يكون توزيعه بالبيت كمان مراعى، وما كتر أنا عندي فتحات التهوية بالغرفة لأنه أحيانا التكييف المركزي لصالون فتحتين صغار بقياس 20x40 كافيين، وفيني أنا وزع لكل بيتي فتحة فتحة بقى على الماشي للغرفة مو أكتر. بشغل وبتحكم أنا بتقسيم التدفئة بين هالقسم على حسب المكان اللي أنا قاعد فيه. وبيجي درجة ثالثة كمان كهربائيا، هو الشوفاجات اللي نحن منركبها على الحيط بالبيت. كمان هي مهمة كتير، بس محتاج هاي الأمور كلها لكلفة ولتدفئة. نعم الله يدفئ قلوب كل السوريين يا رب. وإن شاء الله ما حدا بيبرد بحياته. ونحن كنا نشكرك على هالحلقة مميزة وعلى يمكن الأدوات يلي دائما بتفيدنا فيها أو بتعطينا إياها أو بتعطينا هاي الأفكار لحتى نتدفى ولحتى يكون ديكورنا وبيتنا من أحلى ما يكون. شكرا كثير لك. بس قبل ما أنهي بدي شيء مهم كتير أقوله. بدي بارك بنصر حلب إلنا. بدي هني قائدنا وشعبنا، وبدي وجه لجيشنا شيء كتير مهم يتعلق بالشيء اللي حكينا. يعني ما ألا علاقة بالديكور، بس واجبنا نقدم نصيحة إلهم. التدفئة اللي حكينا عنها بدنا نوجه لهم شيء، عندهم ثلاث وسائل تدفئة فيهم بيستخدموها لأنه هني بأماكن ما عندهم تدفئة ولا صوبة ولا غيره. عندي أنا المدفأة الريفي اللي عملتها أي حجرين موجودين يفتح بينهم هو يحط مدفأة حطب ويتدفى. إذا ما عنده حجر التقى بمكان هو هلأ بالجبهة وقاعد وعنده مشي يفتح جورة بالأرض ويفتح بمقاس 50 سنتي مجراي بالتراب مشان تعطي تهوئة، ويحط أي نوع حطب ويشغلها. بالإضافة هاي الوحيد المتوفرة عند الجيش بيلتقى برميل، يحط البرميل بالأرض يقصه يعمل في فتحة لأنه بيستاهلوا هاي النصيحة، ويحط أي مادة وشعلة ليعرض حاله للتدفئة. وإن شاء الله يا رب نحن بنكبر فيهم وبننتصر أكثر الله وأكثر. الله يأخذ دفانا ويمدون يا رب. وشكرا كثير لك. وإليك ليا شكرا. شكرا لك فراس، وشكرا على كل المعلومات اللي تسلمي فرح. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا راح نروح لمحطتنا التالية مع الراحة اللي هي نوع من أنواع الحلويات اللي مهما تعددت أشكالها وأنواعها إلا أنه طعمه بيبقى واحد وبيحمل طقوس أهل حوران. خلونا نتابع مع بعض. الراحة طبعا قديمة جدا يعني، ورثناها من أجدادنا، وطبعا النكهة الراحة الدرعوية غير عن كل المناطق بسوريا. المواد الأساسية المي والسكر والنشا، وكانت قبل طبعا قديما يدويا، هسه صار كله على المكنات وعلى الآلات الحمد لله، يعني أريح شوي، وعلى الكهرباء والغاز. نحط المي، كمية المي محدودة، بعدين بنحط السكر، نستنى تا يغلى السكر، تغلى المي، بعدين بنكون مذوبين النشا، نحط طبعا مقدار النشا، تجمد الطبخة، بس تجمد بنحط المكن هاي الآلة، بتصير تعجن فيها. مكسرات الجوز أنواعه يعني كثيرة معددة، في الفستق الحلبي، في الفستق العبيد، جوز الهند، السمسم، السكرية،
وبنكون مجهزين طبعا القاعات والكرتون يعني القاعات والغطي الارضيات والغطي وبنعبيها وبنوزنها كمان 300 غرام صافي طبعا 300 صافي بعدين بغلفوها بوزنوها على التوزيع ان شاء الله. كانوا يشتغلوها على المصوات كان في خشبه كبيره يسموها المصوات على الايد يعني قد ما تروح وتيجي يسموها المصوات. هلا اكيد رح ننتقل لنشرتنا الثقافيه يا فرح وبدايه جولتنا الثقافيه لليوم مع طرطوس مدينه الشهداء. هناك كان لبطولاتهم مكان بالقلب والذاكره ولاسمائهم الخلود على صفحات التاريخ. فشهداء مشفى الكندي في حلب صوره من صور اختزنتها الذاكره السوريه لابطال منحوا الارض قدستها بدمائهم الطاهره. وتخليدا لذكرهم قامت محافظة طرطوس وقفة شموع تكريما لأرواح الشهداء الطاهرة. والتفاصيل مع مراسلنا محمد حسن. بمناسبة مرور 3 سنوات على استشهادهم بعد صمودهم الأسطوري وتخليدا لذكراهم، أقامت محافظة طرطوس وقفة شموع تكريما لأرواح شهداء مشفى الكندي بحلب، وذلك أمام مبنى المحافظة بمشاركة ذوي الشهداء وفعاليات رسمية وأهلية. اليوم هو زمن الوفاء لأرواح ودماء الشهداء لأنهم استشهدوا كرم الوطن وكرم تراب الوطن، فعندما قام زملائهم بتحرير حلب هو وفاء للعهد ووفاء لتلك التضحيات. أقول أن هذه الدماء تزهر دائما النصر، لأن مسيرة هؤلاء الأبطال هي مسيرة التاريخ، هي مسيرة آباء الأجداد والأبناء. حامية أبطال مشفى الكندي هم نجوم في سماء سوريا إن شاء الله، وهم بإذن الله الخطوة الأولى نحو تحرير سوريا والنصر بإذن الله. عندما نعود إلى ذكرى الشهداء، إلى ذكرى صمودهم، إلى صبر أهلهم وذويهم، نسترجع روحا إيمانيا قويا ودفقا وطنيا مستمرا، وهذه هي حالة الشعب السوري وحالة هذا الوطن الذي تعلمنا من نبينا ومن ديننا أن حب الوطن من الإيمان. وقفنا في هذا اليوم لنخبرهم ويحتفلوا معنا بأن أرواحهم لن تذهب سدى وبأن دماءهم أزهرت نصرا وريحانا وعبقا وأملا وأقمارا في ربوع الوطن. المشاركون أشعلوا شمعة فخر وعز تخليدا لذكرى أبطال حمية مشفى الكندي ولجميع شهداء الوطن والذين بتضحياتهم يسطع نور النصر في كل المحافظات السورية. لأجلكم وحدكم وبكم تكبر الحروف وتنحني وتحتار كيف تصفكم فهيهات، وكيف لها أن تصف الشهداء أكرم من في الدنيا وأكرم من بني البشر. أنا زوجة الشهيد اللواء حسن مرشد علي وأم الشهيد الملازم أول حيدر علي. ملون مبروك لكم يا جيش. ماما انت ما جابوا لياك، ما جابوا لياك لانك انت تراب الوطن يا ماما. لك يا ابو حيدر كمان لا تزعل، هي حلب انتصرت ودمكم ما راح حدر. صمدوا وضحوا واستشرسوا في الدفاع عن ارض وطنهم ليتحقق نصر حلب بدمائهم التي روت تراب الوطن. توفيت الممثلة الفرنسية ميشيل مورغان صاحبة أجمل عينين في السينما الفرنسية والتي كانت أول فائزة في مهرجان كان السينمائي عن فئة أفضل ممثلة عن عمر يناهز 96 عاما. وجاء خبر وفاة مورغان في بيان أصدرته عائلتها من دون ذكر سبب الوفاة. كتب فيه: في سنتها 97 انطفأت أجمل عينين في السينما نهائيا هذا الصباح.
اكتسبت ميشيل مورغان شهرتها في نهاية الثلاثينات بدورها في فيلم رصيف الشباب لمارسيل كارني، وقد بدأت مورغان مسيرتها السينمائية في عام 1937 مع فيلم الساذج، وواصلت مسيرتها في هوليوود. وختام نشرتنا الثقافية من عالم السينما، حيث اقتحم فيلم روجوان قصة من حرب شباك التذاكر الأمريكية بقوة كبيرة ليكتسح كل الأفلام خلال أسبوع عرضه الأول، محققا إيرادات 155 مليون دولار. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. I've been recruiting for the rebellion for a long time. You destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance. With me. All the way. جولتنا الثقافية لليوم وصلت للختام، فاصل ومنتابع. هلا اكيد وصلنا لفقرتنا الطبيه ليا، فلم تعد مشاكل عدم الحمل لدى النساء تشكل خطرا على الحياه الزوجيه، فتطور العلوم والطب سهل حياه الانسان. طفل الأنبوب، عرف العالم هذا التعبير لأول مرة عام 1978، حيث كان أول طفلة أنبوب في العالم. وقد أمكن بهذه الطريقة التغلب على بعض العوائق التي تمنع حدوث الحمل عند المرأة. اليوم رح نحكي عن هيدا الموضوع، وبصرنا أكيد نرحب بالدكتور شادي خلوف، أخصائي أمراض نسائية وتوليد. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك وينعاد عليك يا رب. عليكم إن شاء الله دائما. كيفك دكتور؟ أهلا فيكم دكتور. أهلا. بالأول عم نحكي نحن عن طفل الأنبوب، قديه هي الكلمة اليوم يمكن منحت الفرحة لكثير من العائلات اللي انحرمت من الأطفال، خلينا نفهم أول شيء هذا المصطلح وكيف آلية حدوثه. هلا أكيد التطور اللي صار بعلاج عملية نقص الخصوبة، لأنه نحن كان يسمى عقم صار هلا يسمى نقص خصوبة لتخفيف من وطأة الكلمة، هالتطور هذا كثير منح كثير من العائلات، يمكن مئات آلاف العائلات أمل دائما بأنه هل نحن إذا عنا مشكلة فعنا صار في موجود حل يقدر يساعدنا واحتمالات نجاحه متوفرة. طفل الأنبوب الحقيقة هو عملية أو حدوث عملية الإلقاح خارج جسم المرأة. نحن نعرف أنه بالحمل العادي أو لا يحصل الحمل العادي فلازم النطفة والبويضة يجتمعوا مع بعضهم وتصير عملية الإلقاح ضمن أنبوب هو قبل ما يوصل للرحم يعشش، هو ضمن الانبوب بعدين بيهاجروا بيروحوا لقلب
الرحم لحتى تصير عمليه التعشيش وتستمر عمليه الحمل. نحن هون عم تصير هي العمليه اللي هي الالقاح بدال ضم الانبوب المراه، هي عم تصير بمكان خارج جسم المراه للحصول على عدم امكانيه حصولها طبعا بالظروف الطبيعيه داخل جسم المراه، فعم نعمل عمليه الالقاح وجمع النطفه مع البويضه خارج جسم المراه للحصول على جنين ناضج درجة أولى نقدر نرجعه لجسم المرأة ويعطينا نتيجة حمل كويسة. نعم دكتور، إمتى يمكن الزوجان بيلجأوا لطفل الأنبوب؟ شو هي الحالة يلي بتخليهم يلجأوا لطفل الأنبوب؟ هلا السؤال مهم، لأنه إحنا في ناس بيفكروا إنه خلينا نستعمل طفل الأنبوب لتحقيق رغبات رفاهية، لتحقيق يعني إذا بدهم يجيبوا ذكر أو أنثى بدهم يجيبوا توم، فخلينا نعمل نروح على طفل الأنبوب ليش نرجع رأسنا بأنه بيجينا أو ما بيجينا، مستعجلين بدنا نجيب توم لأنه ما عندنا وقت كتير بالعمر لحتى نجيب أول ولد وتاني ولد، فأسهل نجيب توم. الحقيقة طفل الأبوب لو العمل ليحل مشاكل حقيقية، مشاكل موجودة لا يمكن التغلب عليها بالأحوال العادية، لما بيكون عند المرأة مثلا الأنابيب مسدودة كليا فلا يمكن حصول على حمل إلا بطفل الأنبوب، لما بيكون في مشكلة بالإباضة فلا يمكن الحصول أحيانا إلا بطفل الأنبوب لأنه وسائل التحريض العادية ما بتوصلنا لحدوث حمل، لما بيكون في عندنا بعض أنواع التشوهات بالرحم كمان ممكن طفل الأنبوب يساعدنا بالموضوع. كذلك إذا عم نحكي هون عن العقم الأنثوي، لأن يعني إحنا كمان في خلط بقصة إنه كل أسباب العقم بمجتمعنا هي أنثوية، وهذا كلام ما له مظبوط، لأنه تلت الأسباب أنثوية تلته ذكري وفي تلت مشترك أو هو عقم غير مفسر ما بنعرف السبب من مين، وبالتالي الحالات كتير طبعا هاي حالات يعني موجودة الحقيقة. فلذلك كمان العقم الذكري في بعض المشاكل بيعاني منها الذكر بتخلينا نروح على طفل أنبوب لأنه ما يمكن أنه يصير حمل بالوسائل العادية اللي ممكن نكون إحنا جربناها وفشلنا، فبهدول الحالات طفل أنبوب بيقدم لنا خدمة ممتازة، ما يكون في نقص مثلا، وهذا على الأسف عم نشوفه كتير بالفترة الأخيرة، صبايا أعمارهم ما لهم متقدمة ما لهم فوق الأربعين بأواخر العشرينات وبالثلاثينات مخزون البيوت صار قليل جدا، وهن ما عندهم إنجاب أصلا، يعني صبية تجوزت بعمر 35 جربت يصير حمل ما عم يصير، نعمل تحليل نشوف مخزون البيوت بنلاقي منخفض جدا. هدول الحقيقة ما عندنا حل غير طفل أنبوب يساعدهم، لأنه التحريض اللي بنعمله تحريض الإباضة اللي بنعمله طفل أنبوب بيبقى أعنف. نعم. فممكن نقدر نستخرج المخزون البيوض القليل من داخل المبيض لحتى يصير عندنا حمل، ففينا نعرف عن بعد هذا الحكي قديش طفل الأنبوب ما بيقدم لنا خدمة ممتازة. هلأ كل الناس اللي بيعملوا طفل الأنبوب رح ينجح عندهم؟ أكيد لا، وللأسف أنه ما له أكيد لا، لأنه نسبة النجاح ما له ممتازة، ولكن هو بيضل أمل موجود للحصول على حمل بطريقة ممتازة إن شاء الله يا رب. دكتور يعني دائما عم تقدم لنا شيء نصائح، ولكن في شيء توعوي يمكن بخص المرأة لازم هي تتعرف عليه حتى الزوجين طبعا قبل الإقدام على عملية يمكن طفل الأنبوب. خلينا نحكي يمكن كيف يتم تهيئ السيدة وكيف يتم تهيئ زوج أيضا، وما بعرف في شيء نوع من الخطر أو طبعا طبعا أي طبعا ولا لا. هلا نحن أول شغلة لازم يعرفوها يعني الإخوة المشاهدين إنه نحن ما لازم نروح على إجراء عملية طفل أنبوب أو أي علاج له علاقة بنقص الخصوبة أو العقم إلا مكون مرق فترة مناسبة كافية وما حدث فيها الحمل مرق فترة الزواج طبعا. يعني سيدة تزوجت من سنتين ولكن زوجها بيسافر بروح بيجي بغيب شهرين بيجي أسبوع، هذا ما فينا نعتبره فترة وصل لهم سنتين متزوجين، هاي ما فترة، لازم يكون على المينيموم في سنة من الجماعة المنتظم والتواجد مع بعضهم بشكل منتظم وما صار حمل حتى نقول إنه في مشكلة. بنبلش نبحث عن المشكلة، هل هي مشكلة ذكرية، هي مشكلة من السيدة، أو هو في عنا حالات مثل ما قلنا هو عقم غير مفسر ما قدرنا لهلأ العلم ما قدر يعرف هدول الكوب ليش ما عم يقدروا يجيبوا أولاد، بمعنى إنه وين هي المشكلة بالضبط، وهدول روح لنعمل فيهم طفل الأنبوب. أكيد تحاليل هرمونية ضرورية عند السيدة وعند الرجل، أكيد لازم نراقب نحن موضوع الإباضة لأنه في ناس بيكون بدهم يعني ما تقول بالعامي دفشة صغيرة لحتى يصير الحمل، وبالتالي طفل الأنبوب بيكون كله، في ناس بيكون جايين لعنا بعقلية أنه نحن جايين نعمل طفل الأنبوب، ولكن نحن مكتشف أنه الحلول، في حلول أخرى، في سيدات عندهم مشكلة تشوه رحم شديد
لا طفل الأنبوب ولا غير طفل الأنبوب بيقدر يحل له مشكلة، لأنه الرحم غير مهيئ لاستقبال جنين أصلاً. ففي حالات ما بينفع فيها طفل الأنبوب، في حالات نحن ما مضطرين نعمل فيها طفل الأنبوب لأنه فيها وسائل كتير أخف كتير أريح وأسهل ممكن نصل إلى الحمل. في حالات لا يمكن إلا أنه نحصل على الحمل إلا بطفل الأنبوب. هلأ مثل ما قلت كل الناس اللي عملوا طفل الأنبوب بينجحوا؟ لا. كل الناس محتاجين يعملوا طفل الأنبوب؟ كمان لا. نسبة نجاح طفل الأنبوب خلينا نقول بأحسن المراكز بالعالم توصل لـ 40 لـ 45% من الناس بيعملوا، يعني من كل 10 كوبلات بيجوا بيعملوا طفل الأنبوب في 4 بينجحوا. هلأ الستة التانيات أنه هدول الأمل عندهم صفر؟ لا، هن إذا عادوا مرة تانية والثالثة بيكون احتمال النجاح أكتر. بس في نسبة من الأزواج نحن لهلأ ما أدرانين بالوسائل اللي موجودة عنا أنه نساعدهم. هلأ هل في فرق بين تقنية طفل الأنبوب تطبق بمراكزنا بسوريا عن بالعالم؟ في نقول أنه نحن اللي بيطبق عنا هو تقريبا من أفضل شيء بيصير بالعالم، ما عم نقول هو الأفضل، ولكن النتيجة اللي بنحصل عليها هون مثل النتيجة اللي بنحصل عليها بكل الدول المجاورة حتى الأبعد من المجاورة. وبالتالي الناس اللي عم يغامروا ويخاطروا ويروحوا يعملوا عمليات طفل الأنبوب ببلاد أخرى للأسف لما بيفشلوا بيكونوا تكلفوا كلفة هائلة. نحن هون على القليلة الكلفة مضبوطة أكثر ونسبة نسب النجاح ممتازة. طب دكتور خلينا نحكي بتفاصيل أكثر عن أسباب فشل هي العملية ببعض الحالات. أنت بنقول نحن أنه ما في إمكانية أنه يصير طفل أنبوبة، شو هي يمكن خلينا نقول نسب نجاح هي العملية؟ هل تختلف بين زوجين ده آخر؟ طبعا هلأ سؤال كتير مهم فرح، لأنه مثل ما قلت أنه في يعني كوبلات سيدات بيجوا وهن عندهم أكيد كامل الأمل بأنه هالعملية هي رح تحقق المبتغى منها ورح يكون عندنا نسبة نجاح ممتازة من أول المرة إجراء. هلا للأسف إنه أحيانا ما بننجح، حظنا عم بكون كويس أحيانا من أول مرة بننجح. اختيار المريض، اختيار الكوبل المناسب، المريضة المناسبة كتير مهم بزيادة فرص النجاح. يعني مو كل الناس، نحن مثلا سيدة متزوجة بعمر متأخر عمرها مثلا 43-44 سنة، مخزون البيوت صار متدني جدا، هرمونات المبيضين ما عادت كافية لتمويل حمل، حتى إذا حصل الحمل ما عاد بتكون كافية. فما فيني أقول أنه هاي السيدة هي إذا عملت طفل أنبوب أنا في عندي أمل ممتاز، وللأسف الأمل حتى ضعيف جدا. فاختيار المريضة هو المناسب، وأنا برأيي كتير لازم نكون صريحين واقعيين وموضوعيين لما نحن نتواصل مع زوجين عندهم مشكلة نقص خصوبة، عندهم مشكلة منه ما عم يصير حمل. ما لازم دائما نعطي آمال فضفاضة، كتير مهم أنه نحن نشرح لهم شو الوضع الراهن، شو احتمالات النجاح، وشو الوسائل نحن لازم نتبعها لنصل للنجاح. هن بيكونوا مستعجلين كتير، نحن بنكون حابين نعطيهم أمل. يمكن نحن كلياتنا بنحب إنه نبيض وشنا بالشيء اللي بنعمله، بأي حدا بمهنته بيحب إنه يعمل شيء استثنائي، ولكن لازم نكون واقعيين، لازم الطبيب يكون واقعي يعرف القدرات الموجودة، الحالة اللي مقابله هل هي حالة قابلة للنجاح ولا هو للأسف بيكونش العمل فيها ومضيعة وقت فقط. فلازم يكون نعرف، ولو إنه الصدمة بالأول بتكون مزعجة. وفي يمكن مرضى نحن بنخسرهم، إنه لأن بنخسرهم بمعنى إنه بيروحوا بيستشيرونا بنعطيهم رأي سلبي بالنسبة إلهم، ولكن هو بيكون رأي إيجابي بإنه هذا هو الواقع. فلازم نحن نتقبل هذا الواقع. أنا بنصح كتير الأزواج يكونوا واثقين بالطبيب اللي هن مختارينه، الكلام اللي بيحكيه لازم يكون بالنسبة إلهم كلام مفيد، لأنه كلياتنا بنعرف قديش ما السيدات والأزواج اللي عندهم مشكلة عقم بيدوروا من طبيب لطبيب 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 ناطرين يسمعوا الكلمة الإيجابية، مو ناطرين الحل. لأنه مو ضروري الكلمة الإيجابية تعني حل، بجوز ما تكون هي الحل أحيانا للأسف، تكون هي إعطاء آمال واهمة وندور يعني بحلقة مفرغة ما نوصل لنتيجة. فلازم نكون واقعيين. اختيار المريض والبحث والتحاليل كتير مفيدة، ما لازم نبخل بإجراء التحاليل. والمريضة ما لازم كذلك، نحن الحمد لله أنه المرضى اللي بيجوا بيكونوا متعاونين جدا، أنه دكتور أي شيء بتحب تعمله نحن ما عندنا مشكلة، بس المهم نوصل لحل، والمهم نعرف التشخيص. يعني إحنا مشكلتنا مو بالإجراء، سهل أنك تعمل طفل أنبوب لأي حدا، بس أنا بدي أعرف أنا ليش بدي أعمل طفل أنبوب. هل هالكوبل هذا، هالزوجين هدول هن ضمن حلقة تشخيص
بيلزمها إجراء طفل أنبوب ولا لا، هذا كمان كتير مهم. صحيح، ويمكن لازم كمان ما نفقد الأمل دكتور طبعًا. ويمكن مرة عن مرة بيمشي الحال. حضرتك ذكرت يعني بسوريا كتير تطور الجراحات وخاصة يمكن طفل الأنبوب خلينا نحكي، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة ب 78 عرف العالم مصطلح طفل الأنبوب. إمتى دخل هيدا المصطلح على سوريا وإمتى يمكن هي التقنية بلشت تزدهر أو بلشت تتطور وتكسب نجاح مهم بسوريا؟ هلا إحنا صرنا تقريبا بداية التسعينات بلشت أوائل المراكز تفتح بسوريا، والحقيقة نحن لحد قبل الأزمة الحالية كان عندنا بحدود ما يقارب 20 مركز بمختلف محافظات القطر، لحد لدرجة أنه تقريبا ما كان في محافظة إلا عدد قليل المحافظات اللي ما فيه مراكز طفل أنبوب. ففيك تخيلي معناتها أو في محافظات فيها ثلاثة أو أربعة أو خمس مراكز أحيانا. فنحن كنا واصلين لمرحلة كتير متقدمة، وما زلنا الحمد لله عم نقدر نشتغل بشكل كتير كويس. أغلب المحافظات فيها مراكز طفل أنبوب تعمل بشكل جيد، نتائج كتير ممتازة، وأغلب الأطباء اللي عم يشتغلوا بطفل أنبوب عندهم أبحاث بيقدموها بأحسن مؤتمرات بالعالم وبياخدوا عليها نتائج ممتازة، لأنه الشيء اللي عم نشغل هون تقريبا فينا نقول مشان ما نبالغ ونعطي كلام أكيد ما له واقعي، تقريبا هو مشابه كثير للي عم يصير بأي مكان بالعالم، التقنيات والتطورات. بس طبعا مو كل المراكز موجودة بسوريا عندها نفس القدرات متطورة، لأنه الحقيقة الكلفة صارت باهظة جدا. فبس بالنتيجة نحن من خلينا نقول من ربع قرن عم نشتغل بسوريا طفل أنبوب، النتائج كتير ممتازة، واللي بدل على ذلك يعني حجم الناس اللي صار عنده الحمد لله حمل بسبب تطبيع التقنية اللي هي طفل أنبوب. نعم. دكتور خلينا نرجع شوي للتفصيل، عم نحكي قد ايه ضروري يكون في صدق وواقعية بين الطبيب طبعًا. وبين الأشخاص يلي جايين يعملوا طفل الأنبوب. طيب اليوم قد ايه كمان الحالة النفسية يمكن تلعب دور؟ نحن كتير بنسمع أنه لحتى يكون في حمل ناجح سواء من طفل أنبوب أو حتى حمل طبيعي لازم نراعي نحن الحالة النفسية طبعًا. هل هذا الشيء كمان موجود في حال الطفل الأنبوب أو لا؟ هلا العامل النفسي العامل مهم جدا. نعم. لأنه العامل النفسي والاضطراب النفسي رح كتير يزعج موضوع التوازن الهرموني اللي احنا عم ندور عليه بموضوع أثناء البحث عن الحمل وأثناء حدوث الحمل حتى. فلذلك العامل النفسي كتير مهم. هلأ كمان ما بدنا نبالغ بأنه قديش العامل النفسي هو السبب، يعني إذا عملنا عملية طفل أنبوب وفشلت بنقول والله لأنه السيدة كتير كانت متوترة، كمان ما بدنا نحمل السيدات أكثر من قدرتهم. لا، مو لهالدرجة. العامل النفسي موجود، مطلوب طبعا مطلوب نكون تكون السيدة بحالة تفاؤل أكثر، بحالة تعاون أكيد، والثقة والتواصل مع الطبيب كمان عامل كتير مهم. مطلوب مننا إحنا أنه كمان نهتم بهالسيدة اللي جاية تعمل هاي العملية وحاطة فيها كل الآمال، نراقبها بشكل لصيق أكتر، نتواصل معها بشكل أفضل، نكون حدها بشكل أحسن، لأنه هي عندها أمل كبير بأنه هالشي اللي عم تعمله مهم جدا. وحكينا قبل شوي حكيت لي عن قصة هل الموضوع فيه خطورة. طبعا أكيد التحريض وطفل الأنبوب فيه خطورة، لأنه عملية طفل الأنبوب هي ثلاث مراحل. هي في تحريض إباضة عنيف جدا، طبعا عنيف جدا بمعنى أنه نحن مضطرين نعطي كم من التحريض أكثر من نعطيه نحن بالحالة العادية لما نكون الحالة بسيطة. فالتحريض له نتائج مزعجة. في سيدات بصير عندهم شيء نحن نسميه فرط استثارة مبيضين، وممكن هالحالة ببعض الأحيان اللي ما لها مراقبة التحريض غير مراقبة يوصل للوفاة إذا السيدة ما تراقبت وصارت الحالة وما انتبهنا. عملية البزل البيوض لبعد ما نخلص تحريض نحصل على جريبات الكويسين اللي حجمه الكويس، بدنا نفوت تتخدر المريضة لحتى نقدر نبزل هاي البيوض. ممكن يصير في إصابات شريانية وريدية، نزف، أذى التخدير أحيانا، بمعنى أنه السيدة ما رايحة بنزها. فنحن مشان هيك عم نقول اختيار الحالة كتير مهم. الشيء اللي نعمله كعرفانين كيف نعمله، شلون بدنا نعمله، وين بدنا ينعمل. المركز اللي عم ينعمل فيه العملية كتير مهم، لأنه نحن إذا أخذنا البويضة وكانت كويسة والنطفة كويسة، إذا البيولوجيست اللي هو جزء كتير مهم من عملية طفل أنبوب، هو ما أنا الطبيب، هو شخص المخبري، هو جندي مجهول بالعملية، إذا ما أنا خبير
كمان النتيجة ما رح تكون كويسة. نعم. ما رح نحصل على عملية الإلقاح بشكل كويس. نعم، أهم شيء يمكن السيدة تضل على تواصل وثقة تامة بالطبيب. نحن كثير بدنا نشكرك دكتور شادي خلوف، شكرا كثير على كل المعلومات. شكرا لكم، نهاركم سعيد إن شاء الله. نهارك سعيد. شكرا. أكيد نشكرك دكتور، نتمنى أنه ما تكون في ولا سيدة اللي موجودة تنحرم من الأمومة، تنحرم من هذا الشعور اللي كثير رائع. إن شاء الله دائما بيحصلوا على الفرح. يا فرح. شكرا يا دكتور. أما هلا مشاهدينا رح نروح لآلة اختصرت بألحانها سحر الشرق، وكان إلى دائما النغمة المميزة والمكان المميز بقلوبنا. خلينا نروح للتقرير التالي مع العود. كما استطاع إبداع هذا الفريد أن يبقى بصمة في عالم الفن بالموسيقى والصوت، فإن أنغام آلة العود الذي صنع بأيات الحرفيين اختزنت بصمة حرفة دمشقية أصيلة. ولأن المختصون بها اليوم باتوا قلائل، كان لكاميرا الإخبارية السورية زيارة لمحل الحرفي أنطون إبراهيم الطويل المختص بصنع وتصليح الآلات الموسيقية وبالأخص آلة العود. أول عود سوري صنع سنة 1879 في منطقة دمشق القديمة بالإمارية. عبد النحاق هو أول عود سوري صنع. فبهداك الوقت بتعرفي ما كان في إلكتريك يعني كهرباء، فكانت صناعته بالطريقة اليدوية المملة فينا نقول إذا جاز التعبير يعني، فكله يدوي يعني ما في آلة، ما كان في شيء اسمه آلة. حتى عبد النحات الله يرحمه كان أمي ما كان يعني ما كان يعتمد على المتر، كان يقيسه بالشبر وبالأصابع. نحن حطينا الزغارف على العود، نحن نزلنا الصدف على العود، نحن نزلنا الزغارف النباتية والهندسية، يعني عطيناه الطابع الشرقي. عرفتي كيف؟ عطينا هالآلة الطابع الشرقي، حملناها هوية هوية العود الشرقي. لكن أنت بتقدري تشتغلي بأي طريقة بدك إياها وبأي يعني تحطي الموديل اللي بدك اياه، لكن نحن عم نحكي على البضي على الهيكل تبع العود. نحن اشتغلناه من خشب الجوز، خشب الليمون، خشب السرو، خشب الكينا، يعني وفي اخشاب بالاضافه اخشاب مستورده، لكن هي غاليه الثمن. خشبه الجوز الموجوده بسوريا اثبتت جداره واثبتت فعاليه لا تقل الجوده تبعها عن غيرها. كما تنقل الصورة المعلقة على جدران محله محطات من مسيرته، نقل أنطون أصول هذه المهنة لابنته. ما سبق مثلاً أنسة اشتغلت بهاللون هذا، فكان في استغراب كتير على مثل ما قلت لك، على عكس الفرنسيين والبريطانيين كانوا يعني يصدموا يندهشوا إنه كيف أنسى عم تشتغل بهالقصة هاي. لكن اللي بقدر أقول لك يا في بعض مراحل بتتطلب جهد عضلي، لكن الأنسى ما بتقدر عليها. عرفت كيف؟ في بعض مراحل بدها جهد يعني بدها رجل. عرفت كيف؟ لكن هي ظلت مستمرة بالأشياء الجمالية اللي بتخص هالقطعة هاي، من ناحية الزخرفة، من ناحية التخريق وهالقصص هاي، فكانت يعني سهلة كتير. لكن مثل ما قلت لك بعض مراحل كثير بدها جهد عضلي، يعني بدها اكثر من واحد. مهما ضاقت الاحوال يحاول الحرفي السوري ان يحفظ تاريخ مهنته من الاندثار. رغم ضيق هذا المكان إلا أنه قادر أن يحفظ داخله آلات تحكي حكاية حرفي سوري استطاع عبر الزمن أن يحفظ مهنة تراثية سورية. للإخبارية السورية من دمشق. تم
بالطاقة وعلمها، خاصة بالأوقات يلي بتمر علينا ومنحس بطاقات إيجابية أو حتى سلمية وما منعرف شو السبب. لهيك اليوم ضمن مساحتنا الخاصة بالطاقة وعلمها رح نغوص أكثر ونحكي عن الألوان وتأثيرها على الأبراج وشو هي الأحجار الكريمة يلي بتناسب كل برج، مع الخبيرة بعالم الطاقة غالية البغدادي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله سنة خير عليك يعني بنهاية هالعام. أكيد إن شاء الله. كيف الوضع؟ رواق تمام؟ كيف الأبراج رواق والأحجار؟ والله كله رواق إن شاء الله. سنة 2017 حتكون مميزة للكل إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يا رب. نحن رح نغوص بتفاصيل الأحجار وكل برج شو بيلبق له، يمكن من الطاقات نحن عم نحكي بشي بيمس الطاقات. يمكن قبل ما نحكي مع حضرتك خلينا ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتي علا أبو خضر. صباح الخير يا علا. صباح النور ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصلة. أهلا بكم. أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا أعلنت فيه مدينة حلب خالية تماما من الإرهاب بهمة رجال الجيش العربي السوري والحلفاء. بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة. هذا ومع إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأن مدينة حلب باتت خالية من المجموعات الإرهابية المسلحة، احتفل السوريون في حلب وسائر المحافظات بانتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب. فرحة كبيرة، الحكي ما عم بيطلع، الكلام والحروف عجزت عن الحكي، عجزت عن التعبير عن فرحتنا ومشاعرنا بهذا اليوم العظيم، يوم لازم يتسجل تاريخ وعيد وطني في سوريا الحبيبة. والله مشاعري ما بحس أوصف لك يعني، الحمد لله مبسوطين كثير كثير، يعني الحمد لله مبارك لسوريا كلها عموما وحلب خصوصا، مبارك فرحه كبيره اني خلصنا من اخر مسلح كان بعزمونا هون. ان شاء الله نرجع مثل ما كنا يا رب، ان شاء الله يكونوا مسافرين يرجعوا. دعا المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى بذل الجهود المشتركة لإعادة إطلاق العملية السياسية في سوريا. وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الأمم المتحدة تخطط لاستئناف العملية السياسية في 8 من شباط القادم، معربا عن ترحيبه بكل المبادرات بما فيها اللقاء المقترح في أستانا، لأن الهدف يبقى إجراء عملية سياسية شاملة. إلى فلسطين المحتلة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عضو الكنيسة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب باسل غطاس بحجة مساعدة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال. وزعمت شرطة الاحتلال بأن غطاس قام بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال لسجناء فلسطينيين. هذا وأعلن غطاس في بيان أنه سيواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة له حتى النهاية، مؤكدا أنه لم يرتكب أي مخالفة لأن قضية الأسرى قضية إنسانية وأخلاقية عادلة. وكانت سلطات الاحتلال قررت في وقت سابق رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس بعد توجيه الاتهامات له.
في خبرنا الأخير، أعلنت الشرطة الأسترالية إحباط مخطط إرهابي يهدف إلى شن اعتداءات يوم عيد الميلاد وسط مدينة ميلبورن وتوقيف 7 أشخاص خلال سلسلة مداهمات. وقال قائد شرطة الولاية إن الأشخاص المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في العاصمة مثل محطة القطار وميدان الاتحاد وكاتدرائية سانت بول ضمن مخطط إرهابي كان سيشمل تفجيرا واستخدام متفجرات. ولدينا أدلة تدعم ذلك، مشيرا إلى أن الموقفين متطرفون وتأثروا بتنظيم داعش الإرهابي. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك لايا. شكرا كثير لك زميلتنا علا، واكيد متابعين بفقراتنا وفقرات صباحنا غير ومع غالية بغدادي من جديد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير لك غالية. واليوم عم نكون نحن بداية سنة جديدة، إن شاء الله يا رب تكون بالخير على كل الناس. خلينا نحكي بداية حديثنا بالأول عن الأحجار الكريمة، خلينا نحكي عن كل برج شو بيناسبه من الحجر. تمام، هلا مثل ما بتعرفوا كل برج له حجر معين. هلا عندك اذا بدنا نحكي مثلا الحمل، بما انه بنحكي شوي عن صفاته بنحكي عن الحجر الكريم اللي بيناسبه. هلا حمل البرج الحمل بتعرفي هو من الابراج شوي عصبيه، بس عصبيته داخليه يعني ما ببينها، بضل رايق لاخر شيء بقى تطلع معه بقى خلص، يعني ما عاد يقدر يتحمل. هلا قبل ما احكي كمان عن الحجر الكريم اللي بيناسبه، هلا هو بيناسبه الزمرد او الفيروز لانه بيعطوه شوي هدوء. هلا الناس كثير بتسال شو هن الابراج او شو الباطن او شو الطالع. هلا الابراج هن بيجوا ثلاثه، عندك الظاهر وهو اللي خلقتي فيه يعني تاريخ ميلادك، وعندك الطالع هو البرج اللي مقابله، يعني كل برج في له برج مقابله، هذا بفيده وقت الزنقات. يعني اذا بدنا نحكي برج الحمل الطالع عنده هو ميزان، وعندك الشيء الثالث هو الباطن. الباطن هو بيجي حسابات على اسمك واسم والدتك، يعني احرف اسمك مع اسم والدتك طريقه حسابات معينه بيطلع الباطن. هلا فاذا بدنا نحكي عن الحمل، الحمل البرج الطالع له ميزان اللي بتناسبه مثل ما قلت لك الزمرد، الفيروز، العقيق، هدول الاحجار كثير بيعطوا شويه رواء، حتى بالالوان بيناسبوا كثير الالوان الازرق وتدرجاته، هدول كثير بيعطوا هدوء. ما بيختلف بين ذكر او انثى ما؟ لا اكيد لا، يعني في اختلافات كثير بسيطه. هلا عندك مثلا الحمل الانثى في شيء مثلا بين عيونه على طول الناس بيلتفت لها، يعني الناس بيضلوا بينتبهوا على هالنقطه بالذات، انه بين العيون بحسوا في شيء عم يجذب او شيء، حتى لو كان ما عندها شيء من الجمال بتحسيه عندها شيء من الجذب. تمام، الشاب بتحسي على طول الحمل له حركه برقبته، يعني بضل بيعمل لك هيك بتحسي انه له حركه معينه برقبته. هدول الشغلات يلي فيه. هلا الانثى الحمل قليل كثير لتلاقي لها رفقات بنات، الشباب رفقاتها اكثر، يعني ما بتتفق كثير مع الصبايا، بتتفق مع الشباب اكثر. نعم، يمكن باقي الابراج رح نحكي عن تفاصيلها، ورح نحكي عن يمكن الاحجار يلي كل برج بيناسبها. خلينا شوي نغوص من بعد برج الحمل، البرج التالي هلا الثور. عندك برج الثور، هلا اذا بدنا نحكي حتى عن التوقعات، هي سنه الثور. هلا هي السنه 2017 هي عندك الدلو، عندك الأسد، عندك العقرب، وعندك الثور، وعندك بيجي فما بعدهم بيجي عندك الميزان. يعني بالتدرج فبننزل، فهدول السنتون. فإذا بدنا نحكي عن في انفراجات علينا أنا وياكي، هلا أكيد العقرب أكيد انفراجات، سنة ما عنده بنوب عرقلة، سنة كتير حلوة. تمام، أكيد هلا الدلو هي سنتو ما شاء الله، يعني إن شاء الله يا رب صدرينا شوي. أكيد بإذن الله. هلا الثور هو من الأبراج اللي كتير عصبي، إذا بدك عنيد جدا، صعب تفوتي معه بأي نقاش، لأن بضل هو كثير من الأبراج اللي متشبث برأيه، يعني بضل إنه هو الصح لو على غلط، وصعب إنه يعتذر. هلأ من الأبراج اللي شوي حريصة على غيره، يعني بتحسيه كريم على حاله، بيصرف كثير على حاله، بس لما بده يدفع لحدا تاني بتحسيه كثير صعبة عليه، يعني بضل بيحسبها إني أنا دفعت أو شيء، حتى إذا قدم شيء بضل بيقول أنا قدمت، أنا عملت، أنا بدي يعني بده المقابل على طول. من الأبراج اللي جدا حنونة، كثير بيتعلق بأمه، يعني بتحسيه كثير حنون لوالدته لهيك، بس ما بيظهر حنيته، يعني مو مثل كل باقي الابراج مثلا انه لا بيظهر الحنيه، لا ما بيظهرها. الطالع عنده البرج المقابل له هو عقرب، فبينحظ من
من الجهتين يعني من العقرب ومن برج هذا. الحجر الكريم اللي بيناسبه هو الياقوت الاحمر، العقيق، عندك الجمشيت، هدول الاحجار كثير كثير بيناسبه. حتى الالوان اذا بدنا نحكي بالالوان اللي بتناسبه، بيناسبه البوردو، بيناسبه الاسود، هدول الالوان كثير بيعطوه قوه يعني بتحسي انه مرتاح فيهم. بيجي اللي بعده بقى، البرج اللي بعده هو الجوزاء، برج الاسكياء اذا بدك، برج العباقره. برج الجوزاء بتحسي لما بتعدي مع شخص برج جوزاء بتحسي شخصيته تحليلية، يعني ما فينا دغري يقعد يحكي، بتلاقي بده يبلش من تحت يطلع لفوق يطلع بعدين لا يقدر يحكي. عنده نوع من المكر برج الجوزاء. كيف يعني؟ بدك تفوتي انت وياه مثلا بمشروع، تقولي له شو رايك بهذا المشروع، نفوت سوا، بيقول لك ايه خلص انا معك بلشي انت، بخليك تبلشي لاقي نفدتي بكمل معك، لاقي وقعتي بينسحب بكل هدوء. الطالع عنده هو قوس. هلا لما بدنا نحكي الطالع هو عكس بعضه، يعني لما بدي اقول الجوزاء طالعوا قوس، يعني القوس طالعوا الجوزاء، لان هن على طول مقابل بعضهم بدائره الحياه، فبيجوا على طول يعني عكس بعضهم. هو برج الجوزاء بيناسبه في حجر الأوميكس الأسود، كتير بيناسبه، بيسحب كتير طاقات السلبية منه. وبالنسبة للألوان بتحس بيروح للألوان الأورانج الأرميدي، هدول الألوان كتير بيعطوه، وهو بيحب هالألوان بحس حاله بيقوى فيهم. عندك البرج اللي بعده هو السرطان. برج أنا بحسه الرومانسي الحنون، يلي بيحب القمر، بيحب السهر، بيحب الورد، هدول القصص كتير بتعني له. ما بحب الأكل؟ أكيد بحب الأكل وكتير كمان، يعني حتى عينه بتطلع وزواق درجة أولى بالأكل، يعني فورا بيعطيك إياه. هو كل شيء له، كل شيء عنده بالإحساس بيعيشه. هذا البرج. البرج المقابل له هو الجدي. فنحن بشان هيك وقت بيكون في برج إن كان هو جدي أو برج مقابل له جدي، نحن منقوله أنه أنت نجمك خفيف، يعني أنت من الأبراج اللي كتير بتنصاب بالعين. هلأ هو كتير ارتباطه بالعائلة جدا قوي، يعني جذوره كتير بالعائلة، كتير متعلق بأهله بولاده بمدامته، بتحسي كتير عنده هذا الارتباط. الخيانات عنده جدا مرفوضة، بتحسي أنه يمكن يحكي ايه بس انه يفعل فعل لا، بتحسي كتير كتير بيحسبها، بعكس برج الثور اللي هو عطول ما عنده مشكلة بهالقصة، يعني بيضل برج الثور. برج الاسد ما عنده مشكلة، بيحبوا العلاقات والكتير تجديد كمان. تمام، يعني بتحسي انه ما عنده مشكلة ابدا. الحجر الكريم اللي بيناسبه هو حجر القمر. في حجر بيجي أبيض، هو حجر القمر كتير بيناسبه، وبالفعل بيشبه القمر. الألوان اللي بتناسبه الأبيض، الموف الفاتح، الألوان الروحانية، لأن هو من الأبراج اللي عنده كشف. يعني نحن عنا الأبراج المائية، عندك العقرب وعندك الحوت وعندك السرطان، هدول الأبراج المائية اللي عندهم الكشف، بما معناه الحاسة السادسة، يعني مناماتهم بتزدق، بيحسوا بالشيء قبل ما يصير. هذا حقيقي. يعني البرج اللي بعده هو برج الأسد، أكيد كمان محظوظ سنة 2017. هو من الأبراج اللي قيادي جدا، فينه يقود مجموعة بكل سهولة، عنيد جدا، مغرور، مثل ما كان قبل، بحب العلاقات المتكررة، ما بيكتفي بأنثى واحدة على طول، بتحسي بيضل عم يفكر بأكثر من حدا. الطالع عنده دلو، فهو من الأبراج كمان المحظوظ على الجهتين. إذا لاحظتوا هالسنة يعني البرج الطالع والبرج الظاهر والطالع هن المحظوظين، يعني الأبراج اللي مقابل بعضها. فكمان هو من الأبراج اللي بينفت حاله أحيانا بالكذب بلسانه، يعني أحيانا عنده اللف والدوران هاي شغلة. الحجر الكريم اللي بيناسبه في حجر مثل الشمس، اسمه حتى شرف الشمس، بيجي لونه أصفر. البرج اللي بعده بقى بعد برج الأسد هو العذراء. هو من الأبراج اللي شوية بتحسي عنده بميل للكآبة شوي، حجره فيروز. البرج المقابل له هو حوت، ومن الأبراج اللي كتير صامتة، ما بيعرف يعبر عن حاله، عطول بحس حاله أنه هو، أو بحط حاله بموقع أنه أنا مظلوم. البرج اللي بعده ميزان، برج هو الأنا عنده عالية شوي، بيحكي بطريقة حتى معينة، يعني بيحكي كلمة وبيستنى. البرج المقابل لبرج الميزان هو حمل، مثل ما حكينا بالبداية. تمام، للميزان هو الحمل.
لا خلصنا ما حكينا بس للعزراء. العزراء هو حوت، برج حوت. برج العقرب، بقى بنجي لبرج العقرب، هو من الابراج المحظوظه اكيد هالسنه السنه معه. هو برج الجميلات، يعاد برج الاقوياء، حتى قيادي، فينه يقود مجموعه يعني ما فيك تحكي ابدا، بيقود مجموعه، حدا جدا قوي. برج حجره الكريم اللي بيناسبه هو الياقوت الاحمر، لانه حجر الجذب. البرج اللي طالع له او المقابل له هو الثور، فكمان محظوظ من الجهتين. نجي للبرج اللي بعده، هو الالوان اللي بتناسبه، بيناسبه الاحمر كثير، بيحب الالوان الحمراء، الاسود، اي الوان غامقه بتحسيه بيركض عليها، يعني ما بيحب، مو محبي كثير الالوان الفاتحه. البرج اللي بعده هو القوس، من الابراج الطيبه كثير، عاطفي جدا، ما له قيادي، ما فينه يقود مجموعه نهائي، لانه يعني بكلمه حلوه بتسحبي منه اللي بدك اياه. الطالع عنده هو جوزاء، فالجوزاء شوي اللي بيعطيه هالذكاء او هي الحنكه شوي، مثل ما بيقولوا. عنده الحجر الكريم هو العقيق، العقيق كثير بيناسبه وبيعطيه كثير قوه كمان. الالوان اللي بتناسبه بتحسي على طول الكحلي البني، لانه هو من الابراج اللي ما كثير بيحب حاله، فالكحلي البني هدول بيعطوه قوه. عندك البرج بقى اللي بعده هو الجدي. الجدي هو من الابراج مثل ما حكينا، والطالع عنده سرطان. هو من الابراج اللي بالفعل نجمه خفيف، هو عصبي كثير بس هو نجمه خفيف بالفعل، بينصاب بالعين. هلا هو بينق كثير، بضل بيقول لك مالي حظ، ما انه هو له حظ، بس على قد ما بينق بتعرفي بقانون الجذب عنا، تمام، فبيجذب السلبي له فبيروح حظه. هو من الابراج شوي متعب، تفكيره على طول صعب، بس ماشي حاله، يعني هالسنة بيمشي شوي أموره إذا عرف يغير شوي من طريقة تفكيره. بيناسبه الألوان التركوازي الفاتح، الأصفر، هدول الألوان كتير بيناسبه. حتى الفيروز كتير منيح لإله، إذا بيحمل حجر فيروز كتير منيح لإله. نجي لآخر الأبراج وهو الحوت. لا في الدلو، عفوا الدلو مش عارفه وقت وصلنا لعندك. هلا الدلو من الابراج اللي هو كثير بتحسي السيده لطيفه، عاطفيه، حنونه، بتحسيها تفكيرها على طول ايجابي، بتحب تطلع لقدام، بتحب تطلع على الشيء الايجابي. برج الاسد بما انه هو المقابل لها هو اللي بيعطيها القوه، هو اللي بيعطيها، يعني بس تضعف بتقوي حالك بالبرج المقابل اللي بتحسي حالك تصرفتي تصرف بتقولي مو انا، وهو من برج الاسد. برج الاسد بيعطيكي هذا هي القوه اللي عندك. بتحبي الوان تقريبا تلبسي كل الالوان، لانه كل الالوان بتناسبك. السنه كثير حلوه لك ان شاء الله، سنه 2017 كثير منيحه للدلو، في شغلات جديده لك، في ولادات جديده لك، في نهايه علاقه، بدايه علاقه، في شغلات كثير منيحه حتلاقيها. الاحجار الكريمه اللي بتناسبك، بيناسبك كثير الاوميكس، بيناسبك الفيروز، بيناسبك الزمرد، هدول الالوان كثير بتعطيكي راحه نفسيه. بنجي لاخر الابراج وهو الحوت. هو من الابراج اللي شوي صعب تفكيره، بتحسيه منعزل، صامت، عميق من جوا، ما بتعرفي شو بده. البرج المقابل له هو عزراء، فهو يميل شوي للكآبة. الطالع الكشف عنده قوي تقريبا. كل مواليد برج الحوت عيونهم زرق، ما تقريبا بتحسي، بس بتحسيها كثير عميق، يعني قد ما حاولتي تعرفي شو هو ما بتعرفي. من الابراج اللي شوي بمنن، يعني اذا عمل لك شغله بضل لك انا عملت لك، انا سويت لك، انا بمنن. كذا بمنن، تمام. بيناسبه كمان الالوان الزرقاء، كمان كثير بتعطي هدوء وهيك، حتى الحجر الفيروز كثير بيناسبه. نعم، يمكن ختام مسك مع الحوت، وان شاء الله بنتمنى الحظ السعيد لكل الابراج وسنه خير كل الناس يا رب ان شاء الله. وعليك كمان غاليه، شكرا كثير لك. شكرا لك غاليه، ومثل ما قالت لي بنتمنى اكيد سنه حلوه على الجميع. شكرا لك. مشاهدينا صباحنا معكم لليوم وصل للختام، لكن اكيد شاشه الاخباريه السوريه رح تبقى مكفيه برفقتكم مع ابرز واهم الاحداث على الساحه السياسيه العربيه والعالميه. بيبقى لكم ضلوا بالف خير والرحمه اكيد دائما وابدا لكل شهدائنا من مدنيين وعسكريين، ونهارك سعيد يا ليلى. نهارك سعيد يا فرح، واكيد بدي اتشكر كل المشاهدين على هي المتابعه، واكيد اي فكره او اي موضوع حابين تشاركونا فيه خليكم متواصلين معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. والختام نتمنى لكم أنه تضلوا بألف خير، وكل التحية وتحيتنا الكبيرة لأبطال الجيش العربي السوري، ومبروك لحلب. باي باي.